رسوله. أنسه من دعا إلى الله ويسر وبشر وأنذر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها المسلمون, أبشركم بحديث أبي سعيد رضي الله عنه الثابت في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يدي, قال ويقول اخرج بعث النار, قال وما بعث النار, قال من كل 1999, فذاك حين يشيب الصغير وتدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم فقالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ قال وابشروا أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكون ربوها للجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال أرجو أن تكون ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال أرجو أن تكون نصف أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. بل ورد في سنن الترمذي بإسناد حسن وسنن الدارمي والبعث والنشور للبيهقي أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. أيها المسلمون, انظروا إلى كرم الله لهذه الأمة ببركة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله الواحد منا يرتكب خطيئته فيستره الله ويغفر الله ثم يرحمه ويبدل له سيئة الحسنة. أبشركم أن قراءة صفحة واحدة من القرآن فيها قرابة 6000 حسنة وهي لا تستغرق سوى دقيقتين أو أقل. أبشركم أن قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد تعدل ثلث القرآن. ومن أحبها دخل الجنة. قال رجل من الأنصار يا رسول الله إني أحبها, فقال حبك إياها أدخلك الجنة. رواه البخاري. أبشركم أنه يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر الآية تقرأها. رواه أبو داود. أبشركم أن من فرغ من الوضوء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم. أبشركم أن من تودع فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليه ما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. رواه مسلم. أبشركم أن خطوات الماشي إلى الصلاة إحداهما تفض خطيئة والأخرى ترفع درجة, وأن من قدا إلى المسجد أو راها أعد الله له في الجنة نزلا كما قدا أو راها. أبشركم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم بإسناد حسن. أبشركم أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر ب27 درجة. أبشركم أن من صلى الصبح فهو في ذمة الله وحفظه حتى يمسي. أبشركم أن من حافظ على صلاة العصر كتب الله له أجره مرتين. إن هذه الصلاة أردت على من كان قبلكم فضيقوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين. رواه مسلم. أبشركم أن من صلى العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في الجماعة فكأنما صلى الليل كلها. أبشركم أن ركعتين قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها. أبشركم أن من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. أبشركم أن ركعتين من الضحى تعدل ثلث 360 صدقة وتؤدي شكر نعمة جميع مفاصل الإنسان. أبشركم أن رجلا صلى خلف النبي
صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه فقال صلى الله عليه وسلم رأيت برئة وثلاثين ملكا يكتبونها رواه البخاري أبشركم أن الطهور شطر الإيمان وأن السواك مرداة للرحمن أبشركم أن من قرأ آية القرآن الكرسي أجب كل صلاة لم يمنعه من الجنة إلا الموت رواه النسائي أبشركم ما من مسلم يتقيان فيتسافحان إلا غفر لهما أبشركم إذا آذى المسلم أخاه المسلم لم يزل في غرفة الجنة أي جنابها رواه مسلم أبشركم أن كلمة طيبة صدقة وإماتة الأذى عن الدليل صدقة أبشركم أن من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط والقيراط مثل جبل أحد ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان أبشركم أن من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة ومن كفل يتيما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة والسائي على الأرملة والمسكين كالقائم الذي لا يفطر أو كالسائم الذي لا يفطر متفق عليه أبشركم أن المتصدق تؤذم صدقته عند الله فالتمرة يأخذها الله سبحانه ويربيها حتى يتكون مثل الجبل ومن أخفى صدقته ولو قلت أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله أبشركم أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر أبشركم أن إصلاح ذات البين من الرحم وغيرها أفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة أبشركم أن من أبعد عن إخوانه المسلمين ما يؤذيهم أدخله الله الجنة لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من زهر الطريق كانت تؤذي الناس رواه مسلم بل من أحسن إلى البهائم فإن الله يشكره رأى رجلا كلبا يلهث من العطش فسقاه ماء فشكره الله فشكر الله له وغفر له رواه البخاري أبشركم أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان أبشركم أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله بها عليه أشرا أبشركم أن من خرج من داره فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قالت له الملائكة كفيك ووقيك وتنهى عنه الشيطان أيها المسلمون فاتقوا الله تعالى حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى اليوم يوم الرحمة يوم المغفرة يوم التسامح يوم التراحم اليوم يوم التسالح وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول كما في صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوا تداعى له سائر الجسد كله سائر الجسد بالحسد والهموم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله عز وجل من مراقة الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأظفارها وأزلافها وأشعارها وإن الدم ليقع في من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا رواه الترمذي وابن ماجه عباد الله هو أن تعود إلى أهلك العيد هو أن تعود إلى أهلك بالبسمة والصفا العيد هو أن لا يخاف أن لا يخافك مسلم العيد هو أن تصلح ما بينك وبين الله العيد أن تصلح ما بينك وبين الناس العيد أن تعفو عمن ظلمك أن تعفو عمن ظلمك العيد هو أن تسلم من قطعك العيد أن تعطي من رحمك من حرمك فليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن طاعته تزيد ليس العيد لمن تجمل باللباس
إنما الإيد من عمل اليوم الوعيد. أيها المسلمون، إن الأضحية من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسب المقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا باتباع ملته، وهي مشروعة بالسنة النبوية، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملهين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وخبر. ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الأضحية قط، فلا ينبغي للمسر تركها. وإن الأضحية لا تجزئ إلا من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم دأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد سبق الدروس بما ينبغي الالتفات إليها من أمر البهيمة وسلامتها من العيوب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Allah ya
mata sai sun shiga aljanna. Sai yace illa man aba, sai wanda ya kiyaye ce ba ya san shiga aljanna. Suka ce ya Rasulullah, wane ne zai ki zuwa, wane ne zai ki to shiga aljanna? Annabi yace duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna, wanda ya kibi na kuma ba ya shiga aljanna. Ku duba yanda Rasulullah yake san mu, ku duba yanda Allah yake san mu. Albushrunku al'umma muslimi, ina ba ku albushr da farko da hadisin sa'id abi sa'id radiyallahu anhu al-thabit fi sahihayn, wanda bukhari da muslim suka rawaito shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar kiyama Allah zai ce ma annabi adam, ya adam, sai annabi adam yace labbaika na amsa ma labbaika wa sa'adai wal khair fi yadayk, duk wani alkhairi zuwa gare ka yake ya Allah na amsa ma. Sai Allah yace ma annabi adam, fuddo daga cikin mutane gabaki daya rabon wuta, rabon wuta hankali ya tashi. Sai annabi adam yace ni ne wanne ne rabon wuta ya Allah? Sai Allah yace mai a cikin duk mutum 999 in wuta ne ka zuwa su mata a cikin saka su wuta. A cikin duk mutum 1000 mutum ɗaya ne zai tsira ya tafi aljanna, 999 duka in wuta ne. To a wannan lokacin ne yara ƙanana za su gurgura don tsoro, gashin dan firgici zai yi furfura, duk wata mai ciki ta dawo hamlaha zai ciki zai zube, duk abin da ka dauko zai zube. Za ka ga mutane suna maye kamar sun sha giya, alhali ba su sha giya ba, azabar Allah ce mai tsanani. A lokacin da annabi ya faɗi ma sahabbai wannan abin ya tada masa hankali, suka ce ya Rasulullah, wanne ne wannan mutumin ɗaya a cikin dubu, wane ne? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abushiru albushiru albushiru fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan, Allah ya halicci wasu mutane ana ce musu ya'juj wa ma'juj, daga cikin su za a dauko mutum 1000 kai kuma musulmi ɗaya a dauko ka sa ka aljanna, Allah ya yi shi da dawa. Kuma annabi ya ce kun san annabi kuma duk magana da yake wahayi ne daga wurin Allah. To ga albushiru, yaya wannan hadisi mai firgici, wannan hadisi mai tada hankali, ya yayi zama albushir a gare mu? To ga bayani ne, annabi yace ko shi albushir, albushir ku ya ku al'ummata, albushir ku wallazi nafsi yadi, ina dan tsuwa da wanda raina take hannun shi shine Allah, inni la a'budu ma takunu rabbu hada ila ma, ina fata a cikin aljannan akrab mutanen da suke cikin aljannan hudu hudu, daya daga cikin hudu dukkan mu ne. Da sahabu suka zo da abu suka ce ba abu da na ba ba mun ga ko biya da Allah mun kai kabara kabar da mun mun kai kabara alhamdulillah Allahu akbar, a ce eh da cikin wannan cikin cikin mun ne ai ba ku alishi da kuma wannan annabi da yake haka wahayi yake ba annabi ya ce inni al'ajju an takunu khulu ka abul janna, kai ina auna ku zama mutum ne da cikin ukun ne na aljanna. A raba aljanna ukun ne daga cikin ukun duka ukun ne yake fa amana Allah wa kabbarna muka yi tahmini muka yi kabbara muka koyi ne wa Allah hannu annabi yace fa inni la'arju an takunu nisfa ahli aljanna, kai ni ina kauna ina zo ko gurin Allah ku al'umma ta za ku ga mun zo ga aljanna. Kun ga wannan al-muslim ne yake ba al-muslim ne yake ba bare a dawo ki a cikin mutaka da sai gaba daya ɗan aljanna idan Allah ya gafarta mushi kuma Allah ya rahama shi
idan Allah ya rahame shi ba ma al'umma da kuma wannan zunubi ne da kai ka tuba ka koma ga Allah sai Allah ya mai da zunubin da kai ko ba sai daga ta kace ka ta Allah ya yawa sai kaga ya dalili ba zunubi ba ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya karama mu Allah ya dauka mu Allah ya tafe mu ya tafi annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin Muhammad ne tara tsafa guda faji guda na alqur'ani zaka samu lada kamar dari shida da yaka kana ina wannan garabasa ta barka ka karanta safa guda faji guda ta alqur'ani kusan lada dari shida 6000 afwan lada 6000 ba dari shida ba lada 6000 in ka karanta faji guda na alqur'ani kusan lada 6000 ka fi yawa lada 6000 wannan baya daukar lokaci minti 2 ko minti 1 minti 2 ko minti 1 ka samu lada 6000 kana ina al-bushrun ayyuha muslimin karatun qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ta'dil sulusul qur'an dai take da dai daga cikin uku qur'ani ya da zaka samu kuma duk wanda yake san qul huwallahu ahad azziye ka kaga kana santa wannan san naka zai saka aljanna wani sahabi al-ansari yazo yace ya rasulullah wannan sura san ta ne saboda ta kawo sufofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala annabi yace mishi hubbuka iyyaha adkhala aljanna san da kake mata ya saka aljanna rawahu bukhari al-mushriku ayyuha al-ikhwa muslimin duk mai karatun al-qur'ani a ranar kiyama za a tsaya shi a zamanin da shi a ce ka karanta ka rera yadda kake karantawa a duniya matsayinka yana karshen ayar da zaka karanta ya ku alalamomi wanda ba alalamin mu mai gaje qur'ani zai cece mu ranar kiyama zai zo ya fadi shi da gaban Allah Allah ya ce me kake so yace ya Allah na hana su barci na hana su barci na kullun ne suke karanta a bani ce tunsu Allah ya basu ce tun ce tunci wanda suke karanta shi duk wanda ya ida alwala yace ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sai an bude mai kokoyi takwas da aljanna ya zaku wanda yake so ya shiga rawahu muslim wata al'umma aka ba wannan umma al'umma ba al-bushrun lil ikhwan muslimin man tawadda fa ahsana alwudu duk wanda yayi alwala ya kyautata alwala shi yayi sallah rak'a biyu ya koma ga allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljanna ta musu ba gare shi rawahu muslim al-bushrun duk wanda ya wudu zashi sallah duk takin da yayi taki guda iya dauke mai zubi taki guda iya dauka kamar da rashi kuna ina mutane suka cika masallacin allah al-bushrun cikin sallah lokacin da liman yace amin a nan duniya mala'iku suke cewa amin a sama duk daga cikin mamu wanda amin din shi tai daidai da amin na mala'iku a lokacin an gafarta mai zunubin shi a lokacin an gafarta mai zunubin shi inji annabi sallallahu alaihi wasallam rawahu bukhari da muslim al-bushrun lil ikhwan muslimin duk sallar da kai ta mutum mutum ta cikin jama'a ta yi sallar da jama'a mutum guda zai yi bi 27 daraja allilin ka maka da lada 27 al-bushrun lil ikhwan muslimin duk wanda ya sallar asuba a cikin jama'a yayi sallar asuba rana bata huto ba iya kalashin kiyaye wal Allah har sai da barci kana sai kabarci har sai da rana ta huto kana ina bawo Allah wannan garafa sa da aka shuhuda ma annabi Muhammadu da al'umman shi sallallahu alaihi wasallam al-bushrun duk wanda yake yi akan sallar al-asr lada bibi ake bashi kowace sallar al-asr ne saboda ita sallar al-asr an bushirto ta ga al'umma da take tun gabanin mu suka kiyinta suka dayyata suka kiyinta kai aka ba annabi Muhammadu da to duk wanda yake da lada bibi ake bashi banda limkawa wancan hamsin rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisi al-bushrun lil ikhwan muslimin duk wanda ya sallar isha tare da jama'a kamar yayi qiyamul layl na rabbul dare wanda ya sallar magriba tare da jama'a kamar yayi qiyamul layl na nisful layl na rabbul dare sallar isha kuma in ka sallaci asuba kamar ka tashi daren ne gaba daya da qiyamul layl al-bushrun rak'atayn qabla al-fajr rak'a guda biyu ta kamun al-bushr wannan da zaka yi annabi yace khairun min ad-dunya wa ma fiha ita ta yi alheri da duniya da abin da ke cikinta gabaki daya al-bushrun lil ikhwan muslimin annahu duk wanda yake sallar
aljanna garin yasa nafi buloli ne 12 da na bayan azhar da kamun azhar da na bayan magriba su 12 na wafil zatiba kai alƙawali da Allah zai gina madakin aljanna albishiru da ruwa musulmi wanda ya sallati salatu duha tahi salatu 160 sadaka darajar saraka 360 ake baka sallar sallar duha sallar wallaha da kai na alimi ko raka a hudu gudu da yanda kai salatul muttaqin salatul awwalin sallama tsoron Allah sallama su kuma ga ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ka gode ma ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a cikin ka albushiru ɗan uwa musulmi wani mutum yayi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake rabbana wa lakal hamd sai ya ƙara cewa hamdan tayyiban mubarakan fi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ga kusan mala'ika 30 suna gaugawar rubuta mai wannan laifi kawai ka ƙara hamdan tayyiban mubarakan fi albushiru ɗan uwa musulmi tsarki yanki ne na imani kuma yin asauki al'ada ce ta musulmi kuma neman yarda Allah ne kai ba hana ba ka goge bakinka da bros da makilin amma asauki iccen wannan ka dauke shi kana neman yarda Allah ne subhanahu wataala albushiru nisa'i ya rawaito hadisi duk wanda yake karanta ayatul kursi bayan kowace sallah ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa albushiru ba musulmi bi da zasu ga musu gama hannu kamun su rabu da hannuwansu annabi ya ce sai an gafarta musu zunubi ku gama hannu ku gama hannu ku yi sallama kamun kowa ya janye hannun shi musulmi da musulmi sai Allah ya gafarta musu zunubi albushiru ku ɗan uwa musulmi duk wanda ya je ganin mara lahiya iya fukafukan aljanna ne hayya da rawo iya cikin fukafukan aljanna rawahu muslim albushiru duk kalma mai daɗi da ta gaya ma ɗan uwanka ka sa mai farin ciki a cikin zuciyar shi ladan saraka ake baka hudda ka zamta daga kan hanya ladan saraka ake baka ka sani ɗan uwa musulmi babu al'umma da aka ba wannan abubuwa sai al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam albushiru wanda ya je gurin mutuwa za a bashi lada kira menene kirat kirat wani lada ne kamar dutsen Uhud wanda suka je Makka sun gani dutsen Uhud inda aka yi yakin suke kallo amma dutsen Uhud cikin daji ya tafi kusan kilo 450 lada daya idan ka je gurin matacce lokacin da za a yi janaza kamar sallah idan ka bi matacce hal aka binne shi za a baka biyu irin wannan wa aka ma wannan mu ne aka ba dan a samu aljanna mutaddara mutahim shiga aljanna insha Allah albushiru ku ɗan uwa musulmi duk wanda ya gina daki ga Allah ya gina masallaci annabi ya ce Allah zai gina mai daki aljanna masallaci sabai muke kullun wani proje ya zo ya gina wani masallaci alhali ka iya ba ka iya ba ba ka iya ba ka duba kauyuka inda babu masallatai duk tsananin da alwashin da sauransu kana tattarawa jika 50 jika 60 ta gina maka masallaci ka je ka gina musu masallaci Allah ya yi alƙawarin za a gina maka daki a aljanna kana ina kabari wannan gara fasa sai wasu wai daga daji wasu zo su mu a cikin gari mu gina ma kanmu masallatai gurin ibada mu duk wanda ya gina ma Allah masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai gina mishi daki a cikin aljanna duk wanda ya taimakon miskini ko armala saura wanda ba ta da ya ta yi taimakon su hadisin muttafaqun alaihi iya cikin kiyaye wa Allah iya cikin kiyaye wa Allah hayya dawo kuma annabi ya ce kamar mai azumi ne wanda bai bayyana shi iya ta azumi kullun duk duniya hadda haka ku sani ɗan uwa musulmi duk wanda ya saraka iya da ladan da komai kankanta da dabino mun ga ba mu saraka dabino Allah zai tattalin ta ya daukaka ta sai ta koma kamar dutse idan ka koye ta komai kankanta ta ka koye ka sunna ma mutun saraka wannan Allah annabi ya ce Allah zai sa ka inwashi ranar da babu inwashi ya inwashi ya yi wa musulmi azumin kwana uku a kodi wasu kamar azumin shekara ku sani duk wanda ya guje ma ɗan uwan shi cuta da abin da zai cuce su sai Allah subhanahu wataala ya sanya shi cikin aljanna ya ga wannan miji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana kekkewayawa a cikin aljanna saboda wata itaciya da ya yanke ya gyara hanyar mutane hanya ce ake zawa ice ya meshe da yawa ya zo yanke ya gyara hanyar Allah ya gafarta mishi ya sanya shi aljanna kai bari ko dabbobi ka kyautata ma wani mutum ya ga kare iya ce shi ruwa ya bashi ruwa Allah ya rubuta shi ya sa shi cikin aljanna
kusani subhanallahi wa bihamdihi kalmomi guda biyu masu sauki suna da nauyi a bisa mizani wai wannan abubuwa wanda ya huto daga gidan shi idan zaka huto daga gidanka kace bismillah tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah sai mala'iku su ce ka ne mutsari gurin allah kuma ha ilau a tsare ka daga shedan kayu kaya kayu koli har sai mu ce sai ka koma gida a kwana ya dan uwan musulmi ne musulmi ne yayyan guduri shine tsoron Allah mu koma ga Allah yau ranar sallar muti yau rana ce ta rahama rana ce ta gafara rana ce ta kakau da kai rana ce ta kaci kai rana ce ta tasalo ai sulhu tsakanin ƴan uwa da ƴan uwa rana ce ta ziyarce ziyarce kace ka gaida mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya da yake ce mu mu'mini da mu'mini ai kamar jikin mutum ne in ɗaya din hanci ya tafi dukkan jikin sa ya tafi hancin ka in ya ji ciwo dukkan jikin ka ya ji ciwo Aisha take cewa babu aikin da dan adam da zai yi ranar sallah kamar yanda zai je ya zubda jinin wannan ya yanka wannan aiki ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda shi kuma ya zo abinda ake so ranar idi ka koma gurin gidanka da rariya da murmushi iyanka su ji daɗi matanka su ji daɗi ita ce ranar sallah rana ce ta gafara al-id yuhaqqa kada ka sa wani musulmi ya dinga jin tsoron ka daga yaga ka kai ga dodo ranar idi ranar sulhu ce kada ka ko ka yi kada ka yanke wanda ya yanke ka wanda kuke gaba ka je kamar sallama ranar idi rana ce da take tsakanin mu ta gafara da duk wanda ya zalunce ka da duk wanda ya haramta maka ga duk ranar dariya ce ranar jin daɗi ce ƴan uwan musulmi an yi bayani da yawa akan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi laida rabbi ko bai taba yanke ne ba ai goma ga ubangiji shi duk wanda Allah ya ba rago ko turke a rago da turke ko dan akuya da akuya ko saniya da yasa ko raqumi su ne kai ake laida su an yi bayani akan shekarun su wanda shekarun da ya kamata ba sai mun dawo akan shi ba darasi da dama ya wuce akan wannan yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam hanyar da ka biyo ka zo masallacin ra'idi ba ita ba zaka fita ko ka sauya hanya ko da ka dace ka sauya hanya kuma ku sani wanda muttafaqun alaihi wannan hadisi an hada aka kai shi ku sani babban abu duk wanda ya yanka laye shi kafin ayi sallar idi ayi hudu ba to nama ya ci bai da ladan laye duk wanda ya yanka laye shi annabi ya ce nama ya ci nama ya ba iyali shi bai da ladan laye ko kuma ya sauya gurin shi ya sauya ta laye ana cin nama laye a aje a raka ayi saraka duk wanda kake so haka ne zaka yi babban abu shine a wannan kwanakan yawan kabbara a dinga yawan kabbara a dinga yawan kabbara a ko ina ana kabbara kuma a dinga yawan kabbara a masallatai daga dan yi sallama kafin ayi azkar har sai ayyamu tashrik kwana uku na laya sun kare ya Allah muna roƙon ka dan girman zatin ka dan iyawa ka da kake sanin mu sanin ba Allah ka kunku ma mu ni bil adha sallallahu alaihi ya Allah ka karba ayyukan mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mu ta kuma zatin ka Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon mu ce mu ta kuma zatin ka ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a kasan mu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a kasan mu ɗan kasuwan mu da masu taimakawa da ma'aikata ya Allah ka bude mu sabon arziki da gare ka ya Allah ka sabko mana ruwa daga cikin اللهم اجدنا اللهم اجدنا اللهم اجد قلوبنا بالايمان واجد بلادنا بالامطار برحمتك يا رب الارحام يا الله كشري سمارون مسلمي كباكي ايا اغرون الدنيا كباكي ايا يا الله كشري سمارون ايام كباكي ايا الله كسنيا سبس حمية تكيك كسو يا الله كسير كسو دك بجنجنو تشاية شاية ديا وچيا وچي تواسنين نبزا يا الله ايا مسلمي كي كيم الله كنجور لكم يا الله منا سنك منا سنك النبوك صلى الله عليه وسلم يا الله كتئينا مقارد النبوك ران القيامة كما كسنيا مسكين وكرام لا زل إلا زل برحمتك يا واحد الرحاء يا الله كبود المصابه ارزقي يا الله كبود المصابه ارزقي وند باس ده لافيا اتكم الله كباس لافيا وند باشي يمامه يا الله كباس ابن زاس ديا يا الله كشريم كشري بايم يا الله كشقم كشقر وايم كغفرت منا دمو ده يا الله من غبا ديا يا الله كسن يا محمد كاي كجي سو فدا وصلوا وسلموا على امام المرسلين فقد امركم الله تعالى بالصلاه والسلام عليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن ازواجه
المؤمنين وأسائر الصحابة أجمعين وعلى المؤمنين والمؤمنات إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أدم لنا إيمان بمحمد ورسالته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وحمي بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم أعد لنا عيد الأضحى مرارا وتكرارا. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الكاذبين. يا مجيد أغثنا. اللهم أجد بلادنا بالأمطار وأجد قلوبنا بالإيمان. اللهم حوالينا لا علينا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم اجعل القرآن العظيم الذي قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مثوانا ومصيرا. عباد الله اذكروا الله العظيم العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وصلوا وسلموا.